أولاً شكراً على الاستجابة لدعوة مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومؤسسة فريدريش إيبرت التي يعتذر السيد الممثل الدائم ديالها هنا في المغرب عن عدم الحضور نظراً للالتزام طارئ هذا الصباح، وتمثل المؤسسة الأخت أمينة بوغالبي اللي حاضرة معنا. فبداية بطبيعة الحال كنشكر مؤسسة إيبرت على مواصلة هذا التعاون بينها وبين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية منذ إحداثه في سنة 2005، وكانت أولى الأنشطة كانت انطلقت، وبقي هذا التقليد السنوي تقريبا في برامج العمل المشترك بيننا، مما يعكس جودة هذا التعاون اللي كان أملوه باش يرقى إلى مستوى أفضل بطبيعة الحال. اليوم الموضوع اللي تنطرحه هو كما كتشوفوا إدارة حقوق الإنسان ومؤسسة الحكمة في المغرب، اللي كان أعتبره موضوع ذو راهنية، أولا في ظرفية نحن نلاحظ فيها تجديد ديال العضوية ديال عدد من المؤسسات لكي تطلع بالمهام المقولة إليها. شفنا المجلس الأعلى للتعليم، شفنا الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد، والمجلس الوطني بطبيعة الحال هذه يقارب 3 سنوات، وهناك مؤسسات أخرى لا زالت تنتظر أن تتجدد بنيتها لأنها تقريبا انتهت مهامها منذ سنوات، فمنها من يشتغل بالأعضاء القدامى ومنها ما هو متوقف عن الأداء ديال الأدوار دياله. التضخم المؤسساتي بطبيعة الحال غادي تكونوا كتلاحظوا أن الدستور 2011 كان كرس واحد العدد من المؤسسات ضمن باب مؤسسات الحكامة بتخصصاتها وتعدد المهام المقولة إليها، واللي رافقت بطبيعة الحال التزامات متواصلة للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان من خلال مواصلة المصادقة على اتفاقيات دولية وعلى بروتوكولات اختيارية. وبطبيعة الحال أن مجمل هذه المؤسسات تؤطرها واحد المجموعة من المعايير اللي كتوضع على المستوى الدولي، كاين بالنسبة للمؤسسات الوطنية مبادئ بارز، وبالنسبة للمؤسسات الحكومية مجموعة من التوصيات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص متطلبات إحداثها، وسأشير إلى ذلك فيما بعد. بطبيعة الحال هذا التعدد المؤسساتي كذلك يطرح مجموعة من الإشكالات اللي برزت على أرض الواقع. الأولى، هل نحن أمام مؤسسات في تكامل الأداء من أجل المساهمة في اطلاع الدولة بالتزاماتها وبترجمة مقتضيات الدستور في مجال حقوق الإنسان، أم أننا نجد أحياناً إشكالات في التفاعل المؤسساتي، وأحياناً حتى ربما نوع من التعارض كما لاحظنا ذلك على الأقل في تجربتين، تجربة الهيئة العليا لهاكا مع الحكومة، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مجموعة من القضايا الإشكالية اللي كانت كذلك موضوع مشادات يمكن نقوله أو تعليقات أو ردود، حتى مما يجعل الدور الاستشاري أو الداعم لسياسة الدولة يوضع بين قوسين أثناء بلورة السياسات الحكومية. الإشكال الآخر الذي يرتبط بطبيعة الحال بهذا الوضع هو إشكاليات ديال العضوية، وتنعرفوا بأن القوانين التي وضعت لترجمة مقتضيات الدستور في الظاهر أعطت بعد أكثر ديمقراطية للتعيين على مستوى هذه المؤسسات، بحيث أصبحت جلها تعين من طرف الملك، من طرف رئيس الحكومة، ومن طرف
غرفتي البرلمان المغربي. بالتالي هذه الواجهة الديمقراطية التي تعززت من الزاوية القانونية ترجمت إن صح القول بتواجد كذلك بروفيلات من أشكال متعددة تستجيب لترضيات سياسية أكثر مما تستجيب للمقتضيات المطلوب توفرها في عضوية المؤسسات. ويمكن هنا في هذا الباب تلاحظوا واحد العدد ديال المؤسسات اللي كتوجد فيها، مثلا لاخدينا كمثال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كانوا وجدوا في داخلها بطبيعة الحال كاين الديمقراطة والتعدد، كاين تيارات كاملة، ولكن اللي كيجمع اللي كينقص في عدد كبير من المكونات ديالها هو القاسم المشترك، أي ثقافة حقوق الإنسان، لأن هذا هو المنطلق ديال إحداث هذه المؤسسات وفق مقتضيات مبادئ باريس. دونك من هنا بطبيعة الحال يطرح سؤال التكامل بين المؤسسات، وربما لماذا هل يجب أن نعيد النظر في ما تم بناؤه من أجل توفير شروط هذا التكامل ومن أجل نجاعة الأداء لخدمة الأهداف المتوخاة من إحداث هذه المؤسسات، اللي هي بطبيعة الحال ليس فقط هذا الزخم المؤسساتي المتعدد، ولكن ترجمة إرادة سياسية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وهنا بطبيعة الحال الأساتذة اللي مشاركين معنا غادي يطرقوا العدد من الجوانب بتفصيل، ما غاديش نرجع لها، ولكن ربما الإشارة الأخيرة اللي يمكن نضيف هي أن هذا ربما شريت نقوله كان جزء منه متوفر في العدد الثالث من مجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وجزء كبير منه في حاجة إلى مزيد من البحث. بطبيعة الحال هنا في هذا اللقاء أضفنا أبواب أخرى إضافية اللي فيها الجانب الإعلامي والولوج المعلومة، فيها البعد الترابي كذلك لسياسة حقوق الإنسان بالنسبة للتجربة المغربية، وتنعرفوا مكانتها على مستوى العلاقات الدولية. ونحن يلا نهينا مناقشة استعراض الدوري الشامل وسمعنا الملاحظات سواء بخصوص السياسات الحكومية أو بخصوص المؤسسات الوطنية في هذا المجال. لذلك تنأملوا باش تكون هذه المحطة كما هي العادة في مجمل الأنشطة ديال المركز دراسات حقوق الإنسان وشركائه، واللي هو هنا مؤسسة فريدريش إيبرت، أن تكون لحظة تفكير جماعي بمساهمتكم ومساهمتكم أولا كنشطاء، كباحثين، كجامعيين، كممثلي مؤسسات رسمية وإعلاميين. فننطلق على بركة الله في هذه الجلسة اللي بطبيعة الحال تنقسم كما شفتوا في البرنامج إلى محطتين متتاليتين. الجلسة الأولى الأخت نادية السبتي هي اللي غادي تقوم بتدبيرها، وهي خبيرة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضو الهيئة المديرية لمركز دراسات حقوق الإنسان. والجلسة الثانية ستديرها الأستاذة أسماء بن الفاسي، وهي إعلامية وباحثة في مجال حقوق الإنسان. فلننطلق على بركة الله، وشكراً.